زوجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وبنيان الكعبة. بخديجة رضي الله عنها وبنيان الكعبة. وعندما رد تزوجت به وعمره. وعندما رد أي عندما رجع من سفره وجاء ميسرة ويخبرها بما بأن التجارة قد حصل فيها ربح، ويخبرها بما حصل أن الملائكة تظله في الطريق. هذا معنى عندما رد أي من تلك السفرة التجارية. تزوجت به وعمره 25 وهي طيب. عندما رد معناه ينظر في كلمة عندما رد، هي مبنية على ما مضى. أما زواجها به في هذا السن فمتواتر في حين عمره 25. أسن كانت برة ومحسنة وعند متواتر باعتبار أنهم ما رأينا من يذكر أن عمره كان أقل، والله أعلم حين زواجه بها. وبقي كم كان عمرها؟ جاء في بعض أنها كانت بنت 40، وهذا قول الجمهور جمهور السير. وقد تزوجت برجلين قبله. وقيل في 28، لأنه يعني عمره 25 وهي 28 تكبر عنه بثلاث سنين. وقيل 35 جاءت في هذا ما كأن ابن البخاء ماذا ابن كثير في البداية والنهاية جنح إلى أنها لم يكن عمرها 40 لعدم ثبوت دليل، لأنه من طريق الواقدي القول بأن عمرها كان 40 سنة من طريق الواقدي، والواقدي كذاب. واختلف في من عقد بها، ففي مسند أحمد أنه عقد بها أبوها، وكان ذلك بحيلة، وأنه لا يريد أن يزوج يتيم أبي طالب. فعندئذ صنعت طعاما ودعت بعض قريش وصنعت له كذلك وشرب خمرا حتى ثمل، ثم زوجوه في غير شعوره. فلما أفاق يعني قالوا له إما أن تكون زوجت وأنت سكران تفتضح بين الناس، وإما أن تمضي زواجك، فأمضاه وأجازه. هذا وقد كلم في سند هذه القصة، وأن أباها كان قد عبد الله خويلد بن أسد كان قد مات قبل ذلك، وأن الذي تولى تزويجها هو عمها. لهذا قال ابن كثير في البداية والنهاية، والمجمع عليه أن عمها عمرو بن أسد أخو خويلد هو الذي زوجها، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وبقي في بيتها ذلك، وفيه أنجبت جميع أولاده، وله منها 6 من الولد. أولهم القاسم، وكان به يكنى، وزينب زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بابن خالتها هالة، هالة وخديجة أختان أبي العاص بن الربيع، وكان نعم الصهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. ومنه أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني كان يحملها في الصلاة. ثم رقية وهي التي زوجها عثمان رضي الله عنه وماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأمره أن يمرضها ولا يذهب معها يبقى معها لتمريضها. ثم أم كلثوم وهي التي بعد موت رقية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وكان يلقب بذي النورين. ثم فاطمة وهي آخر بناته أصغر بناته سيدة نساء العالمين، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين كما في الحديث، زوجة علي بن أبي طالب لم يتزوج عليها حتى ماتت. ثم عبد الله وهذا ثابت عند جمهور العلماء. بقي ما يقال إنه القاسم
قيل انه لقب او طاهر لقب لعبد الله، ولم ياتي من قال باثبات ثالث ولا ثالث بدليل مقنع حتى رده جماعه من اهل العلم، انما كان له منها سته من الولد، اربع بنات وولدان. اما ولده ابراهيم فمن سريته ماريه القبطيه المصريه. وقوله عندما تزوجت به يعني سبب زواجها لا تلك الأوصاف أنه في التجارة حصل كذا وكذا، بل إنما لشهرته في قريش، شهرة دينه وصيانته. وهي أسن كما تقدم أنها أكبر، لكن لا على هذا التحديد، هذا التحديد لا يثبت. 40 سنة كانت برة ومحسنة، هذا لا شك فيه، يكفي من برها وإحسانها أنها لما جاء وقال خفت على نفسي مالي، قالت والله لا يخزيك الله إنك لا تصل الرحم وتكرم الضيف، قالت وإنك أيضا لا تعين إلا نوائب الحق، وذكرت أنه من مكارم الأخلاق التي هو فيها وأنه لا يخزيه الله، وآوته وواسته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها هذا المعروف، وكثيرا ما يذكرها بعد موتها، لم يتزوج عليها حتى ماتت، ويقول كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، يعني يذكر معروفها وإحسانها، ويحصل كذلك أيضا من برها وطاعتها ومكان من الخير الذي عندها، حتى أن جبريل يسلم عليها، اقرأ خديجة مني السلام من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النصرة والإيواء السابقية، وأما من حيث العلم والرواية والفقه فعائشة. واصل. أسن كانت برة ومحسنة وعند 35 سنة. وهي أسن، الناظم قد يضطر إلى أن يأتي يدرج بيت في بيت، وإلا كلمة هي أسن ملحقة وعمره 25 وهي أسن، أي هي أكبر، أسن منه أي أكبر منه سنا. وعند 35 سنة ها كمل. بنت قريش البيت عند مشهده ووضع الحجر فيها بيده. هذا الرجل يعتني بالتواريخ، يعتني كذلك بالحوادث، سنة كذا سنة كذا، فربما كرر هذا، يعني يعتني بها كثيرا، فهو يقول في بلوغه 35 قبل أن يبعث، قبل أن يوحى إليه، 35 من عمره، بنت قريش البيت وكان حاضرا مشهدها أي حضوره، كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا معهم في هذا البناء، وشاركهم كما في الصحيحين في البناء، وكان يحمل الحجارة، حديث ابن عباس وغيره، كان يحمل الحجارة على كتفه فتؤلمه، فقال له عمه لو تضع إزارك واجعله على عاتقك يلقيك الحجارة، ففعل، فلما فعل سقط مغشيا عليه وطمحت عيناه للسماء، فقال آتوني إزاري، فما رؤي بعدها عريانا أبدا. قال أهل العلم أراد الله عز وجل صونه، نعم شارك معهم في بناء البيت، ولما بنت قريش البيت بعد أن تهدم ونزلت عليه السيول وحصل فيه هدم، اجتمعت قريش أنها تبنيه من خالص مالها، حلال مالها الذي ليس من يعني من إيجار العواهر مثلا، ولا كذلك من ربا، ولا من أشياء محرمة عندهم، حتى علق بعض أهل العلم وقال إنه يدل أنهم كانوا يعرفون الحلال ويميزونه، المال الحلال، وأن الربا عندهم محرم، وأن المال الذي من أثر العهر، يعني إذا كان له بغي مثلا فتزني فتدخل أموال للإيجار الإماء، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء تريد لتبتغوا غرض الحياة الدنيا، وأمثال ذلك مال عندهم محرم، فلهذا أرادوا أن يبنوا الكعبة من خالص مالهم، فقصرت النفقة، عندهم أموال طائلة لكن أموال غثاء، وهذه الأموال التي يرونها أنها حلال لم تفي ببناء الكعبة، فإذا حصروها على دون قواعد إبراهيم،
وجعل ذلك الحجر رابية كما هو معلوم حتى يعلم أنه من قواعد إبراهيم لعدم القدرة على إتمامه، وبنوها 9 أذرع ارتفاعا، ولم يكن تأسيسها في ذلك الزمان بذلك التأسيس القوي الذي على ما هو الآن. وخير من أسسها تأسيسا قويا ولا يزال تأسيسه إلى الآن هو السلطان مراد. هذا السلطان اعتنى بها، وإنما حصلت فيها زيادات بعد ذلك من الدولة السعودية، سواء كان في الميزاب أو كان في الباب أو كان كذلك أيضا في إتقان بعض الإتقان في بعض جوانبها أو شيء من ذلك. وأما الأساس فهو من يعني آخر بناية عليها بناية السلطان مراد أحد الدولة العثمانية. هذا ولما جاء الحجاج في زمن الحجاج بن الزبير تمكن من أن يعيدها على قواعد إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا حداثت قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلت لها بابين ولا أنفقت كنزها في سبيل الله ولا ألصقت بابها بالأرض، فإن قومك رفعوها حتى يعني يمنعوا من يريدون ويسمحوا لمن يريدون. هذه نوايا عدة، منها أنه كان يجعل بابها ملصقا بالأرض، الآن رأيتم بابها محتاج إلى سلم، ما زال على ما صنعت قريش. ومنها بارك الله فيكم أنه ينفق كنزها في سبيل الله في الجهاد فيه. ومنها أنه يجعل قواعد يوسعها على قواعد إبراهيم ويتم بها ذلك البناء، لكن خشي أن قريشا باعتبار أنها حديثة عهد بإسلام أنها يحصل لها في ذلك ضيق صدر بما يؤثر على إيمانهم. فهذا ما استدل به الفقهاء على درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. جاء ابن الزبير وأعادها على قواعد إبراهيم وفعل كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. ثم أرسل الحجاج إلى ابن مروان عبد الملك فقال: لسنا من شأن الزبير في شيء، أعيدها على ما كانت عليه. فأعادها بعد أن قتل ابن الزبير على ما كانت عليه في زمن قريش. ثم إن العلماء منعوا بعد ذلك أن يحصل من الملوك تقديم فيها أو تأخير حتى لا يصير بيت الله عبثا، يعني ماذا لا يصير بيت الله هذا يزيد فيه وهذا ينقص، فبقيت إلى هذا التاريخ على بناية قريش من حيث التأسيس لا من حيث الإتقان. وخلال مشهده وحضوره اختلفت قريش في مكرمة عظيمة، اتفقوا على البناء وكلهم كان يبني ويقرب الحجار، لكن من يضع الحجر؟ هذا الحجر الذي هو من الجنة وهذا الحجر الذي من يضع هذا الحجر؟ حتى كادوا أن يقتتلوا ومكثوا ينتظرون يعني حلا في ذلك. فقام واحد منهم فقال: اجعلوا حكما بينكم أول داخل يدخل من هذا الباب. فأراد الله أن يكون هذا الشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي قالوا: هذا الأمين، محمد الأمين، يعني كلهم ارتضوه. فلما جاء أتى بحل رضيه الجميع من فضل الله عز وجل، قال: آتوني رداء أو آتوني كذا ثوبا، فأتى به فبسطه ثم وضع الحجر فيه بيده، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل من جانب الثوب، كون كل واحد منهم حمل، وكلهم شرك في حمل، اشترك وعانى وحمل هذا الحجر في جانب الثوب، فحملوا جميعا ورضوا جميعا حتى قاربوا من وضعه فأخذه هو فوضعه فاحتلت قضيتهم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الحجر وقصة وضع الحجر وحل هذه القضية ودخوله كلها ثابتة. وضع الحجر فيها بيده. نعم، كم عندنا رحلات إلى يعني سفرية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ يعني قبل البعثة رحلتان، رحلة التجارة مثلا، ما كان هو في تجارة الأولى، كان عبارة عن مراهق مع عمه الذي كان، وبعدين رجع بحيرة أمره قال ارجعوا به فرجعوا به، ما ذهب إلى الشام. إذن ما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشام، هل دخلها؟ ما عندنا دليل، لا لتجارة خديجة ولا لغيرها. الرحلة الأولى رجع خوفا عليه أن تقتله يهود من جانب بصرة،
تلك الأماكن من جانب الشام. الرحلة الثانية لا تثبت لا لتجارة ولا لغيرها. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشام في تجارة خديجة يحتاج إلى دليل. وحتى في تجارة دخل الشام النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها في غزو كذا لا ما وصل الشام. بسم الله.